السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة في جولة في سوق الخميس في المطرية، هناخد جولة في السوق كده بأسعار حاجات دفايات كوتشيات، يعني تشكيل مناديل سحب التلاتة بعشرة ومناديل في الكاسة التلاتة بعشرة. هحضرهولك على طول اهو واودهولك. لا والله ما بكم استحمى؟ مناديل استحمى بكم؟ 3 ب10؟ يوسف مش راضي. يوسف بدي 50 و50؟ ماليش دعوة. أهو كم علبة المناديل دي؟ 3 ب10؟ مش عارف. هلا تدوش لأبو هو عايز أي حاجة 3 ب10؟ ب40 يا حاجة. بكام الكوتشي ده؟ 175. 125. 125 و175. بكام قلت الكام ده؟ كم الجنزات الدروبة من كم الدروبة من 35. الجاكيت ب35 ولا كام؟ أي حاجة ب35. أي قطعة ب35. شكل مفلط شاطو خالص.
اي حاجة بعشر عشر بكم الشنطة؟ عايزة دي ولا لا؟ بمية أي شنطة بمية؟ عادي كارفور وجهين لما انا ثلاثة بعشر لا
ناويين الفاضي دي خلاص.